فَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ يا الله فإن كان لهن ولد فلهن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت أو يا الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار mad lazim kalimi musaqqal ra'nya tebal waqfan apabila waqaf ghairu mudar apabila dibaca wasal dibaca tipis seperti mim ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudarrin wasiyyatan min Allah والله عليم حليم perhatikan neng halim bukan hakim
banyak kadang membaca wallahu alimun hakim, yang betul wallahu alimun halim.